حبينا اللي العيد ذا تحتفل به تونس الكل. مشكل مش أنا نسيت عيد الجمهورية، أنا أتناسى عيد الجمهورية. عليه عليه احنا ماليه. يمكن أن نتحدث عن شخصية مؤثرة اليوم في المشهد السياسي في تونس لن يقبلها متحف باردو على الإطلاق. والله لا لست أدري. لا انت ما عندكش حق تصور هذا الشيء. انا بالي دغواتنا مثل كاميراته. اداره مارجن قرطاج دولي في دورته 48 تطالب القنوات التلفزيونيه بابرام اتفاقيه مع اداره المهرجان للسماح لها بتصوير حفلات المهرجان. اكيد انه التغطيه التلفزيونيه اللي صارت الى حد الان لم ترق لوزاره الثقافه. مره الوزير قال سؤال غبي، انا ما نحبش نطيح لنفس المستوى. لا تجعلوني عبرة مرتين. الكاشي بتاعك كان غالي مارسيل، غالي فما كانوش. هذا مش مزبوط، ما حدا استدعاني وما بدي احكي بهذه الطريقه. خليك على الارض لا تعلى كتير، ما في طاير على الا وقع بكير. بدل ما تكرموني بعد بعد الثوره عمل يعني حكموا علي باشغال شاقه. مانيش باش نتحدث بموقف يعني بمظهر المدافع على مرسل خليفه. لا في